الكريم على فكرة الأسير لا يبقى في القوات المسلحة ولا تجوزناه قانونيا وحطينا قائد القوات المسلحة رجل أسير، ليس فقط أسير أسر في معارك منتصرة، أسير في معركة ضاع فيها 10,000 ليبي ودمر فيها مليارات ليبيا وضاع فيها قوات المسلحة الليبية بأسرها، نأتي به ونضع على رأس قوات مسلحة لينتقم لنفسه لفكره لتاريخه ما نعرفش، فهو حرق الأخضر واليابس. لو لم نتجاوز القانون لجاء قائد للجيش إن شاء الله فرجاني إن شاء الله أخو حفتر مش مشكلة، لكنه ليس بهذه العقلية، على الأقل يكون رجل قانوني، ولا بالتأكيد سيكون له احترام للقوات المسلحة للقانون وما إليه. بتجاوزنا للقانون دمرنا المنطقة الشرقية، بتجاوزنا للقانون دمرنا الوطن، لو قبلنا حكم المحكمة الدستورية وانتهينا أهو حل، سيرضى عنا البعض سيرفض البعض، لكنه على الأقل القضاء شيئا ما نلجأ إليه. هو العكس يا سيدي الكريم، عدم لجوءنا للقوانين، الذين وقعوا في الصخيرات خارج القانون، خارج دائرة القانون، طلأ الناس البسيط والمتعلم والنخب يدركوا هذا، فيه لوائح فيه نظم نتفق عليه ثم نحطمها، وهذه النظم واللوائح والقانون تأتي من بعثة الأمم المتحدة، ماشي الحال، المؤتمر والبرلمان الممثلين الوحيدين وبينهما حوار وما إليه، وأن يكون التوقيع من أطراف، هذه بنود مكتوبة قانونية، من احترمها ضاع فيها، ومن حطمها هو الآن يريد أن يتصرد للمشهد وهو المجلس الرئاسي وكذا. التوقيعات حفتر المحكمة الدستورية